بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على خير مبعوث لخير أمة سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه إلى يوم أن نلقاه وبعد. تحدثت في اللقاء السابق عن حياة البرزخ، وتحدثت عن الإنسان بعد موته حال قبره وما يحدث له من سؤال وفتنة وعذاب أو نعيم، وأوردنا النصوص القرآنية والنبوية التي تقطع بما لا يدع مجالا للشك بأن ثمة عذابا ونعيما للأموات في قبورهم، وأنه لا عبرة على الإطلاق بمن يتنكر لهذه النصوص ويقول غير ما جاءت به، لأنه حكم حواسه أو لأنه حكم عقله فيما لا مجال للحس ولا للعقل في أن يخوض في الخوض فيها. حكم العقل والحس في الغيبيات، وحكم العقل والحس في السمعيات، وهي كما قلت لكم باب معرفة السمعيات الوحي الشريف وقول الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. بعد حديثنا عن الموت نتحدث اليوم عن المعاد والبعث والحشر، أو نجمل الحديث في هذه الأشياء في هذا اللقاء إن شاء الله حسب تيسير الله جل وعلا. نحن نعلم أن الإنسان بعدما يموت هو ينتظر الساعة، خاصة إذا كان منعما، يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى يتنعم النعيم الكبير ويدخل دار الخلد ويأتيه من نعيم الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما الآخر الذي خاب سعيه وضل سعيه في الحياة الدنيا ولم يجري جوابا في قبره، وصار قبره حفرة من حفر النار، يقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، لأن ما بعد هذا الهول أشد هولا، وما بعد هذا العذاب أشد عذابا. فهو لا يريد الأشد، بل لا يريد ما هو فيه. إذن الله عز وجل بعد أن يميت الإنسان يحييه مرة أخرى، ثم يخرجه من قبره، يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وهذا هو صنف الكافرين والعياذ بالله. هناك لحظة يخرب فيها هذا العالم وتتغير قوانينه ونواميسه، ويهلك من فيه، وها هنا تكون الساعة.
إذن فما الساعة ومتى وقتها وما علاماتها؟ بصورة عجلة نلقي الضوء عليها دون تفصيل ودون تدقيق في النصوص، ولكن فقط نلم بها إلماما ونمر عليها مرورا خفيفا. الساعة باختصار هي الوقت الذي يموت فيه كل الأحياء في هذا العالم ويضطرب نظام العالم في هذا الوقت ويعتريه الخراب ويشهد العالم أهوالا جساما. إمتى الكلام ده يحصل؟ كأنك تسأل عن وقت الساعة متى هي؟ أقول لك وقت الساعة لا يعرفه أحد على الإطلاق، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. فهذه من المسائل التي استأثر الله بعلمها. هناك أمور خمسة لا يعرفها إلا الله فقط. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه أمور خمسة هي غيب على كل مخلوق ولا يعلمها إلا الله تعالى، ومن ضمنها بل أولها الساعة. بل الله عز وجل بيّن ذلك في كتابه: ويسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إذن لا تسأل عن وقتها ولا تهتم بوقتها، ولكن سل نفسك ماذا أعددت لها. الله يقول إن الساعة لآتية، هذا التأكيد الكبير يبدد شك عدم مجيئها في قلب كل عاقل، فضلا عن أن يكون في قلب كل مسلم. رغم أنك لا تعرف ولن تعرف وقت الساعة، إلا أنك ينبغي عليك أن تؤمن بأن وقتها قريب بصورة تزعج كل موحد وكل خائف من الله وكل راج رحمة الله. الله تعالى قال: اقتربت الساعة وانشق
اشتق القمر، اقتربت الساعة، وقال: وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. المعرضون والمستكبرون يقولون: متى الساعة؟ ويقولون: متى هو؟ قل: عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقتها قريب، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى من 15 قرن، والرسول قال هذا الكلام: بعثت أنا والساعة كهاتين كهاتين، وأشار هكذا صلى الله عليه وسلم. لكن شاءت إرادة الله تعالى أن يجعل لهذه الساعة علامات تسمى بأشراط الساعة، فإذا كنا لا نعرف وقتها على وجه التحديد، إلا أن الله تلطف بعباده وجعل لها علامات حتى يتوب المذنب ويعود القاصي ويخشع الجافي. هذه العلامات منها علامات صغرى ومنها علامات كبرى، أما الصغرى فقد ظهر جلها، وأما الكبرى فإنها إن ظهرت فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. انتهت القصة بمجرد طلوع الشمس من المغرب. من رأى هذا سيؤمن يقينا، فإذا ما آمن الناس كلهم في هذه اللحظة بعد ظهور هذه العلامة فإن إيمانهم لا قيمة له، إيمانهم مردود عليهم. علاماتها كثيرة، العلامات الكبرى عدها العلماء بعشر علامات، نذكر منها الآن على سبيل المثال لا على سبيل الحصر الآتي: الدابة تخرج من الأرض تكلم الناس، المسيح الدجال من علاماتها الكبرى، نزول المسيح عليه السلام من علاماتها الكبرى، طلوع الشمس من المغرب من علاماتها الكبرى،
خروج يأجوج ومأجوج من علاماتها الكبرى. والدخان والنار التي تسوق الناس إلى المحشر وهكذا. هذه العلامات إذا ما ظهرت فعلينا أن نتيقن بأن الساعة وأن القيامة ستكون ردفها، يعني وراها مباشرة. المسيح الدجال ده واحد مكبل بالسلاسل، محبوس محجوز في أرض الله في هذه الآونة. هذا الرجل يظهر في آخر الزمان من أرض خراسان، وقيل من أصفهان. هذا الرجل بمجرد خروجه يكون فتنة، لأن معه خوارق للعادات، أجرى الله على يده خوارق العادات يفتن بها من هو أهل للافتتان، ولا ينطلي ذلك على من يعرف حقيقة الدجال. هذا الرجل كافر، بل مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل من يشهده من المؤمنين الموحدين الطائعين. هذا الرجل يتبعه خلق كثير، لكن من تبعه هلك. هذا الرجل له أوصاف عرفه من عرف وجهله من جهل. هذا الرجل سيقتله المسيح عليه السلام، عيسى عليه السلام، عند باب لد، وهو موجود في فلسطين. هذا الرجل بمجرد خروجه يتعرض له رجل من خيار الناس، ويقول له: أشهد بأنك أنت المسيح الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول لمن حوله: أرأيتم إن قتلته ثم أحييته أتؤمنون بي؟ قالوا: نؤمن بك. فعمد إلى هذا الرجل الخير فقتله ثم أحياه. فلما أحياه قال له الرجل الذي أجري عليه الأمر: والله إني لأشد معرفة بك الآن من ذي قبل، أنت المسيح الدجال. فيسلط عليه مرة أخرى فلا يستطيع، وهو كذاب. له أوصاف حددها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة،
أولا هو رجل يهودي كافر مكتوب بين عينيه هكذا، لديه عين عوراء وعين كالكوكب الدري، عينه اليمنى هي العين العوراء وليست عوراء ويستساغ النظر إليها، ولكن يشمئز الناظر إليه من خلال هذه العين لأنها كالنخامة الموضوعة على حائط مجصص. أرأيتم إن قتلته ثم أحييته أتؤمنون بي؟ قالوا نؤمن بك. فعمد إلى هذا الرجل الخير فقتله ثم أحياه، فلما أحياه قال له الرجل الذي أجري عليه الأمر: والله إن أرأيتم إن قتلته ثم أحييته أتؤمنون بي؟ قالوا نؤمن بك. فعمد إلى هذا الرجل الخير فقتله. أرأيتم إن قتلته ثم أحييته صورة الجنة خضراء بها ماء، كيف؟ لا تسأل عن كيف. لماذا؟ لأننا نؤمن بذلك في حدود ما وردنا من النص، فمعه جنة خضراء بها ماء، ومعه صورة من النار السوداء، وأول خروج له يكون من جهة المشرق. وأنا قلت إنه موجود إما في خراسان وإما في أصفهان حسب قول العلماء. أول ما يخرج يكذب فيدعي الإيمان أنه مؤمن، فإذا من طرى ذلك على الناس ترقى في الادعاء وفي الكذب فيدعي أنه نبي، فإذا من طرى على الناس ترقى في الكذب فادعى أنه الإله. لا يسير منفردا أبدا، بل يسير في موكب. وقلت لكم مهما كان موكبه فعلاماته تدل عليه، يكفي أنه مكتوب على جبهته كافر. أظهر الله على يده أمورا خارقة للعادة. قد يسأل سائل: إذا كان هذا الرجل بذاك السوء فلماذا يجري الله على يديه الأمور الخارقة للعادة؟ أقول: تذكر صدر سورة العنكبوت وأنت تجيب على نفسك. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذن فالخوارق هذه لتكون فتنة واختبارا للناس بعد أن علموا أوصافه وعرفوه حق المعرفة من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهديه صلى الله عليه وسلم. هذه
علامة من علامات الساعة، العلامة الكبرى، وهو المسيح الدجال. من العلامات نزول عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام لن ينزل على وصفه الذي كان به في الدنيا. في الدنيا كان رسولا نبيا من أولي العزم، صاحب شريعة، ويتبعه من تبعه من المؤمنين كالحواريين وغيرهم. إنه ينزل لا متبوعا بل تابع. ينزل عيسى عليه السلام تابعا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون واحدا من المؤمنين، يكون واحدا من عامة المؤمنين، حتى إذا ما صلى صلى صلاة المسلمين في المسجد بعد أن يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يدخل المسجد فتقام الصلاة فيصلي مع المسلمين مأموما وليس إماما. ويعيش ما شاء الله له أن يعيش، وهو الذي يتعرض للدجال فيقتل الدجال، ثم إذا ما انتهى أجله يموت كما يموت الناس، ويدفن كما يدفن الناس. العلامة الثالثة خروج يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج هاتان قبيلتان من البشر من نسل يافث ابن نوح عليه السلام. هم الآن يعيشون، يحيون ويتناسلون، وموجودون وراء حاجز هدم هذا الحاجز من علامات الساعة. وذو القرنين عندما بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما يتحدثون بلغة مختلفة لا يكادون يفقهون قولا، هؤلاء الناس قالوا لذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال لهم ذو القرنين: أما الخرج فلا أريد، ما مكنني فيه ربي خير، ولكن أنا أستعين بكم، أستعين بقوتكم،
فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني قطع الحديد زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين بين حافتي الجبلين قال انفخوا، أي انفخوا النار، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. هنا اكتمل البناء، فما استطاعوا أن يأجوج ومأجوج، مأجوج أن يظهروا يعني أنهم يطلعوا فوقه أنهم يكسروا، وما استطاعوا له نقبة، حتى النقب ما استطاعوا أن يفعلوه، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. إذن خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى، وهؤلاء خلق كثير لدرجة أنهم يمرون على بحيرة طبرية فيشرب أولهم من مائها، فإذا ما جاء آخرهم لا يجد في البحيرة ماء، ويقضون على الأخضر واليابس ولا يجدون صالحا إلا وأفسدوه، حتى يسلط الله عليهم حشرة ضعيفة ضئيلة تقتلهم جميعا، ثم إذا ما نتنت ريحهم وامتلأت العالم بنتنهم رحم الله الخلق فأرسل ماء لتأخذهم إلى حيث يعلم الله عز وجل، وتنتهي قصة هؤلاء المفسدون في الأرض أو المفسدين في الأرض، تنتهي قصة المفسدين في الأرض قبيلتي يأجوج ومأجوج. من علامات الساعة كما ذكرت لكم من قبل الدابة التي تخرج من الأرض بينما الناس يجتمعون، وإذ بدابة تخرج وسطهم، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. هذه الدابة دابة عظيمة لها قوائم مغايرة لقوائم الإنسان، تخرج وتكلم الناس، تكلم الكافرين، وذلك يحدث بعد أن تناسى الناس خبر فساد يأجوج ومأجوج،
ما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيانه. يعني رغم وجود هاتين القبيلتين المفسدتين، وأكيد خبرهما كان شائعا، لكن الناس قد نسوا هذه القصة من أولها إلى آخرها، نسوا خبر يأجوج ومأجوج. فلما تناسى الناس ذلك أخرج لهم دابة من الأرض تكلمهم. والكتب السنة بيّنت لنا أوصاف الدابة وبيّنت لنا صنائعها، ولكن دأبنا في هذه المحاضرات الاختصار والإشارة، مجرد إشارة لا التفصيل ولا التدقيق. من علامات الساعة، ولعل هذه هي آخر علامة أتحدث عنها، طلوع الشمس من المغرب. في هذه اللحظة لا يقبل الله إيمانا من لم يكن قد آمن من قبل. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لأن هذا الأمر سيدهش جميع الناس منه فيؤمنون، لكن إيمانهم لا قيمة له ما لم يكونوا قد آمنوا من قبل. هذا مختصر الكلام في أمر الساعة، وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله نتحدث عن موضوعات أخرى تتعلق بالسمعيات. وريثما نلتقي نستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله.